بسم الله الجميل الذي يحب الجمال خالق هذا الكون البديع كأجمل رسالة حب إلى مخلوقاته. دي حلقة من سلسلة حلقات أحلام نجيب محفوظ، بنحاول فيها أن ييسر تذوق الجمال الأدبي لآخر إبداعات عظيم الأدب العربي أستاذ الحبيب نجيب محفوظ. النهاردة الحلم رقم 266 يبدأ هكذا: وجدتني في حديقة الأسماك وصاحبي يقول لي إنها على أتم الاستعداد للرجوع ووعدتني خيرا، فقلت له لم أعد أثق في وعودها، فقال لي لابد من قدر من حسن الظن ما دمت حيا. بديع محفوظ، سطرين ونص، بديع محفوظ بيلخص حكمة مهمة جدا من حكم هذه الحياة الدنيا. لابد في العلاقات الإنسانية من التسامح والسماحة. ليه؟ لأن كل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم إيه؟ خطاء. فلو ما فيش تسامح في العلاقات هتبقى الحكاية صعبة قوي. وبعدين نتذكر شاعرنا العربي القديم بشار بن برد المقتول، ده على فكرة مواليد 96 هجرية وتوفى 168، قديم قوي. ليه شعر نقرأ لحضراتكم منه لأنه بيقول هذا المعنى العميق قوي: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أو صل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه. دي هذه هي الحقيقة، أي الناس تصفو مشاربه. في هذه الحياة الدنيا لابد من السماحة والتسامح لأن البشر خطائين. ولو أنت عايز تعيش لوحدك أوكي عيش لوحدك، لكن عايز تختلط مع الناس فلازم تبقى عندك من الحكمة ما يمكنك من التعامل مع حماقات البشر. وهذا ما قدر الله لنا أن نقوله، والله أعلم.